العالم كله النهاردة حصل له ايرور، مطارات وقنوات إعلامية والبورصة وكمان هيئات كبيرة ما اشتغلتش. الحدث الكبير ده كان بسبب مشاكل في شركة مايكروسوفت واللي أثرت على العالم كله. الشاشات كلها فجأة قفلت وخدمات كتير وقفت عند المستخدمين في كل حتة في العالم، وظهرت لهم في شاشة الموت الزرقاء واللي هي بتظهر لما بيحصل عطل في أي جهاز. يا ترى السبب وراء العطل اللي حصل للعالم، وهل ممكن يكون في اختراق عالمي؟ تعالوا نشوف. المشكلة كانت في برنامج فالكون سنسور واللي هي من شركة كروسترايك، وهي اللي مسؤولة عن فضيحة كبيرة في تكنولوجيا المعلومات، وكانت السبب في اضطرابات كبيرة من شركات الطيران والسكك الحديدية وحتى وسائل الإعلام في كل مكان. أكتر من مكان اتأثر جدا ومحدش كان قادر يشتغل بشكل طبيعي. فإيه هو برنامج فالكون وإزاي كان سبب عطل مايكروسوفت؟ كروسترايك اللي فيه اتهامات انه سبب عطل الكمبيوتر حوالين العالم كله، دايما هدفه ان هو يحميها من الهاكرز والمتسللين، وهي شركة كبيرة في مجال الامن السيبراني بتشتغل ان هي توقف تسريبات البيانات لاكبر شركات في العالم. وبرنامج فالكون سنسور هو اللي فيها تم تصميمه عشان يحمي الانظمة من هجمات الانترنت. لكن الظاهر ان تحديث البرنامج اللي مايكروسوفت بعتته لاجهزه الويندوز هو سبب البلبله الكبيره وكل خدمات النظام الامني. وكروسترايك ومايكروسوفت بيشتغلوا مع بعض بقوه وبيوفروا الدعم لانظمه كتير في الصناعات الكبيره. المشكله اللي حصلت لمستخدمي كروسترايك بعد التحديث ان اجهزه الكمبيوتر بتعلق في حلقه اعاده التشغيل، فبيخليهم ما يقدروش يبداوا انظمه الشغل بشكل صحيح، يعني ما فيش طريقه يجوزوا شاشه الاسترداد، فبتمنع شركات الطيران تماما طياراتها من الاقلاع لانهم مش هيكونوا قادرين يوصلوا للانظمه اللي بتعتمد عليها. وبالرغم ان العطل ده بيأثر على ملايين الخدمات في كل العالم وبيسبب فشل في تحديث كروسترايك اللي ادى لتوقف اجهزة الكمبيوتر في البنية التحتية المهمة لكتير من الشركات في كتير من الدول، بس بعض التقارير بتؤكد ان المشكلة مش هجوم الكتروني، بس كان في فشل في تطبيق تصحيح امن جديد من شركة كروسترايك على اجهزة ويندوز من مايكروسوفت. والغريب بقى ان شركة كروسترايك حذرتنا يوم الخميس اللي فات من وجود خطأ من مستشعر فالكون اللي كان السبب في تعطل انظمة ويندوز وبيعرفوه بشاشة الموت الزرقاء. ورغم ان هم تراجعوا عن التحديث اللي كان فيه المشكلة، لكن كتير من الاجهزة كانت لسه متأثرة. والشركة نفسها في بيان وقت الكارثة قالت اكدت ان كروسترايك عارفة بالاعطال اللي بتحصل في مريخ ويندوز بسبب مستشعر فالكون. شاشة الموت الزرقاء هي لما بتظهر فجأة على اللابتوبات اللي فيها ويندوز، وده بيعني ان فيه مشكلة كبيرة في النظام بيوقف كل حاجة وبيظهر رسالة خطأ، بيتسبب غالبا في ريستارت مش متوقع وممكن ساعتها يفقدوا فيها حتى البيانات. وموقع داون ديكتور اللي بيتتبع انقطاع الخدمات على الانترنت سجل اضطرابات كبيرة في كل دول العالم، وده من خلال الخدمات دي، وبسبب المشكلة دي اوقفت شركات الطيران رحلتها كلها. وأبديت سكاي نيوز مشاكل في البث المباشر، وكمان اتعقدت عندهم محلات السوبر ماركت. لكن أكدت مايكروسوفت إنهم حلوا مشاكل انقطاع خدمة أزور في وقت مبكر جدا يوم الجمعة، بس زيادة الإشكاليات اللي بتجيبها استخدام كبير للخدمات اللي بيستخدموها. وقالت مايكروسوفت على موقعهم إننا بنفحص مشكلة بتأثر على وصول خدمات مايكروسوفت 365 كتيرة، وبنشتغل على تحديد التأثير الكامل وهنقدم أكتر معلومات قريب جداً.